ديوان وتقدم الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول الممتع جدا من الجانبين. هذه هي كرة القدم التي نتمناها بغض النظر عن النتائج. وللعلم المباراة مفتوحة جدا، ولا تزال المباراة معرضة للنتائج الثلاثة، لأن الإسماعيلي قادر أن يسجل في العديد من الفرص. الهدف الوحيد في منتصف الشوط بالضبط لمحمد بركات من انفراد تام، كمعظم أهدافه في مرمى الإسماعيلي معظمها بهذه الطريقة، ولم يكن متسللا على الإطلاق لأن أحمد صديق كان يجري التغطية بشكل غير عادي وغير منطقي في الظهير الأيمن. اعتراض غريب جدا من البديل عمر جمال استوجب طرده، ولكن عمر جمال سيندم كثيرا عندما يشاهد تسجيل المباراة ويعرف أنه لم يكن محقا أبدا في اعتراضه وأن الهدف سريع. الفرص كثيرة للغاية على الجانبين، ومن أغلب اللاعبين سبحان الله، معظم فرص الأهلي من مساحات واسعة أقرب إلى الهدايا من مدافع الإسماعيلي غير المتمركزين بطريقة صحيحة. كل نصف ساعة، كل ربع ساعة أو كل 10 دقائق يجد لاعبا من الأهلي نفسه والمرمى بسبب مساحة خالية. معظم فرص الإسماعيلي من تمريرات خاطئة أقرب إلى الهدايا من حارس ومدافع الأهلي المستهترين أو المرتبكين، وكلها أهدرت. القائم الأيسر لأحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي أوقف النتيجة عند 1-0 فقط، تدخل بكل غرابة لإعادة هدف 100% لأكثر لاعبي مصر في سوء الحظ بعد الثورة أحمد سمير فرج. هذا القائم تدخل مرتين في آخر 3 مباريات، وكل مرة ضد أحمد سمير فرج نفسه، ولا ننسى لعبة في مرمى طلائع الجيش كان يجب أن تكون هدفا. نذهب إلى فاصل ونعود.